السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه زوينه صحيه، كيك ديال الشوفان. صحي الصراحه وجربته وجا رائع، ومكونات جد بسيطه. غادي نحتاجوا هنا كاس ديال الحليب عندي بارد، عندي هنا كاس سنيده، سكر خشن على حسب الذوق، بغيتوا تزيدوا بغيتوا تنقصوا انتم على حسب الذوق ديالكم. هنا عندي كاس دقيق القمح من النوع الجيد، القمح الصلب. عندي هنايا اللي بغى هنايا يغربل ديك سميتو الدقيق ويزول ديك النخاله يغربلو، بغى يخليه بنخالتو يخليه. انا لا، غربلتو زولت ديك النخاله وخليت غير الدقيق باش يجي يعني في كيكه زوين. هنا عندي جوج كيسان عنبه ديال الشوفان من بعد ما طحنتو. هنا عندي كاس عنبه ما عامرش، كاس الا ربع زيت المائده. عندي هنا قليل من الفول السوداني هرمشته. عندي هنا قليل من الزبيب. عندي هنا قليل من الملح، وعندي أربعة ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، جوج اكياس من الخميره الكيماويه، وعندي هنايا كيس ديال فانيلا. على بركه الله غادي ناخذوا هاد أربعة ديال البيض، غادي نزيدو هاد الكأس ديال السكر. بسم الله، انا ما غاديش نكمل هاد الكأس لان ما كنبغيش الحلاوه، وغادي نزيد واحد رشه ملح غير باش كنكسرو ديك الحلاوه، وغادي نخفقو العناصر جيدا. بسم الله، دابا غادي نضيف الزيت وغادي نزيد غادي نضيف الزبيب. اللي ما عندوش الزبيب يمكن له يدير عوض الزبيب بالتمر، حتى هو كيجي زوين، ولكن ديك التمر يكون ليه رطب. هنا غادي غير نكسر شويه الزبيب، من بعد غادي نضيف الشوفان شويه بشويه، وانا كنحرك بالخلاط اليدوي باش كتمزج العناصر مزيان. غادي نضيف الحليب، بسم الله، كما كتشوفوا نخلط مزيان العناصر. غادي نزيد شويه بشويه كاوكاو، ما غاديش ندير بزاف غير شويه. هنا الدقيق كما كنعرفوا فاش كنديروا الشوفان الدقيق ديالو خص العناصر يعني ديك الخليط يجي شويه عقد، ما غاديش. المهم انا عيني ميزاني، غادي ندير هذا الكاس وانا كنخلط، تقدر نكملو تقدر ما نكملوش، غادي نبقى نخلط غير شويه بشويه. نبقى مستمره، كما كتشوفوا ضفت هذاك الكاس ديال الدقيق الصلب كامل. دابا غادي نضيف الخميره الكيماويه جوج اكياس، غادي
وغادي نزيد الكيس ديال الفاني كيعطينا واحد النسمه زوينه. من بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده والدقيق الابيض، دابا غادي نصبوا الخليط. بسم الله. دابا غادي نزينوه بالرقائق ديال الشوفان. غادي ناخذ شويه ديال اللي عندكم، يا اللوز مهرمش يا كاوكاو. انا عندي دابا الفول السوداني حتى هو، غادي نديروه غير من الفوق. صافي، دابا غادي نوضعوها في الفرن لمده على حسب الفرن. الا كان عندكم 180 درجه غادي ديروه واحد تقريبا 30 ديال الدقيقه، ومن بعد غادي نتلاقاو. كما كتشوفوا الكيك ديالنا وجد، جا رائع. غير ما ترددوش، جربوه، صحي 100%. بالنسبه للتزيين او التقديم كل واحد عنده طريقته الخاصه، وعلى حسب حتى شنو عندكم في الدار. انا هنايا زينت بالشوكولا، درت غير الجوانب. يمكن لكم كما قلت لكم في اول الفيديو بالنسبه للزانغراديو يعني المقادير، يمكن لكم تعوضوا مثلا الزبيب بالتمر، وتعوضوا مثلا الفول السوداني باللوز او القرقاع اللي عندكم في الدار. كما كتشوفوا جات زوينه رائعه، انتم كما كتشوفوا. غير ما ترددوش، كتجي زوينه بزاف. يعني رائعة كتجي، شهوة وصحية. حتى الناس اللي عندهم مرض السكري يمكن لكم زعما يمكن لهم ياخذوها. كتجي زوينة مع الشاي ديال القهوة او شاي الاتاي، ناخذوها في الكوتي او ناخذوها هكا في الصباح، رائعة. وتعطيوها حتى للوليدات ديالكم. ومع العلم ان الشوفان صحي زوين، يعني دابا الشوفان يعني ما كنظنش شي بيت يعني ما ياخذوش، لان الثمن رخيص جدا. كنتمنى الكيكه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وغير جربوها ما تردوش، كتجي زوينه زوينه بزاف. كنتظر دائما التعليقات ديالكم اللي كتشجعني دائما، وشكرا على المتابعه. وما تنسونيش باللايكات ديالكم، واللي اول مره شاف القناه يشترك مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد من عندي. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي صحه جيده. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء.